بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتشرف معاكم ان شاء الله النهاردة على الجروب بإذن الله. نبدأ يعني محاضرة بسيطة كده نقول فيها البيزكس بالنسبة للدرماتو وباثولوجي، ويعني ان شاء الله النهاردة مش هنخلي الموضوع باثولوجي صرف عشان الناس ما تزهقش مننا، لا عشان بقاش الموضوع ممل. عايز اعرف بس الناس معانا ولا مش معانا. واللي عنده أسئلة يبدأ يطرحها، واللي عنده أي معلومة حابب يستفسر عنها يبدأ يقولها، ومفيش أي مشكلة ممكن نرد على أي حاجة في أي وقت، مفيش مشكلة. احنا هنحاول برضو واحنا بنتكلم في النص ان احنا نقول يعني كلينيكو باثولوجيكال كورليشن عشان الموضوع ما يبقاش نظري بحت. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أول ما نبدأ نتكلم خالص، هنبدأ النهاردة بس انترودكشن بسيط، فهنقول هنتكلم على الهيستولوجي اوف ذا سكين. نبدأ نتكلم خالص في الأول موضوع بسيط خالص، نبدأ نقول السكين بتاعنا بيتركب من ايه او بيتكون من ايه. هنبدأ نقول السكين عندنا بيتكون من 3 بارتس، يعني مثلا كان اللي بيدرمس، ديرمس اند هايبوديرمس اور سب كيوتس. طب ايه الفكرة ان انا كباثولوجي لازم اقسم التقسيمة دي؟ لان احنا لو ببساطة كده كده يعني فكرنا في الموضوع، هنلاقي عندنا ان كل الديزيز دلوقتي بتاعتنا يا اما هتبقى ابيديرمال، يا اما ديرمال، يا اما هايبوديرمال، وغالبا بتكون ابيديرمودرمال. يعني هتلاقي فيه يا اما الديزيز نفسه جزء منه ابيديرمال وفي حاجه ديرمال موجوده، لان ده طبيعي رياكشن هيحصل من الديرمس للابيديرمس، او ان هو حصل ديرمال بروبلم وكرياكشن برضو الابيديرمس حصل فيه تغيرات نتيجه للموضوع المشكله اللي موجوده دي. فلما يجي لي سؤال مثلا حد يقول هيستوباثولوجي اوف لايكن بلانس، هيستوباثولوجي اوف سورايسس، اول ما افكر على طول هو المشكله اللي حصلت هنا ابيديرمال ولا ديرمال. لو سورايسس مثلا نقول ابيديرمال، فيبقى الترتيب بتاعي لازم ما اجي اجاوب هجاوب كرونولوجيكال او هجاوب بالترتيب الطبيعي، يعني هبدا من فوق لتحت ابيديرمال الاول وحسب اللايرز بتاعتي. يعني ما احاولش ان انا ابدا بلاير واسيب الثانيه وبعدين الثالثه، لا انا هبدا في كل لير افكر ايه اللي حصل هنا واقول وبعد كده اكمل في اللي بعدها. يبقى احنا عندنا ابيديرمس وديرمس وهايبوديرمس. لما نيجي نتكلم على السكين، في حاجه اسمها سكين ابنديجز او ادنكسل ستراكشرز. السكين ابنديجز هي عباره عن سبيشال جلاند وفي سويت جلاندز. سويت جلاندز دول 3، اكراين، ايبو كراين، وحاجه اسمها ايبو اكراين جلاند، تمام. وبعد كده في طبعا السبيشال جلاند قلناها، والهير فوليكل. الهير فوليكل دي واحده من الادنكسل ستراكشرز. وبعد كده عندنا النيل يونت. يبقى عندنا السكين والسكين ابنديجز. لازم نكون عارفين ان في امراض هتطلع من ده وفي امراض هتطلع من ده. لو جينا نتكلم على اول حاجه الابيديرمس، لو جينا نقول يا جماعه سؤال بسيط قوي، الابيديرمس بيتكون من ايه؟ هل الابيديرمس بيتكون من لايرز ولا بيتكون من حاجه تانية؟ السؤال اللي كله بيجاوب بسرعه جدا بيقول الابيديرمس بيتكون من 4 لاير، لا غلط تماما، يعني دي اجابه خطا تماما تماما تماما. الابيديرمس ما بيتكونش من لايرز، الابيديرمس عباره عن مجموعه من الخلايا. يعني ايه؟ يعني بيتقسم لخلايا مش للايرز. الابيديرمس بيتكون من مجموعتين كبار، اول حاجه خالص الكيراتينوسايتس او النون دندريتك سيلز، والمجموعه الثانيه هي النون كيراتينوسايتس او الدندريتك سيلز. يبقى احنا عندنا كده الابيديرمس ذات نفسه بيتقسم لمجموعتين كبار، كيراتينوسايتس ونون كيراتينوسايتس او دندريتك ونون دندريتك. نيجي بقى للمعلومه الكبيره، الكيراتينوسايتس اللي بتكون حوالي 90 ل 95% من الابيديرمس هي اللي بتتكون او بتترتب في 4 لايرز. يبقى الاجابه كده كالتالي، ان الابيديرمس ذات نفسه بيتكون من خلايا اهمها الكيراتينوسايتس، واول حاجه منها الكيراتينوسايتس هي اللي بتكون مترتبه على هيئه لايرز اللي هم ستراتم بيزاليس، ستراتم سباينوزم، ستراتم جرانيلوزم، ستراتم كورنيا. بعد كده الدندريتك سيلز او النون كيراتينوسايتس بتقسمه لثلاثه، ميلانوسايتس، لانجرهان سيلز، وميركل سيلز. نيجي نتكلم على الامبريولوجي اوف كيراتينوسايتس. اول حاجه الاوريجين اوف ذا سكين بيبدا من الاكتوديرم، بعد كده بيكون على هيئه وجود لاير واحده بس، بعد كده بيكون عندنا بيتكون من تو لايرز، حاجه اسمها ستراتم جيرمينيتيفم اللي هي ستراتم بيزاليس تقريبا اللي هي بتكون بعد كده بقيه اللايرز، وبيكون موجود حواليها من كل اتجاه حاجه اسمها بيريديرم اللي بتبقى لفه حواليها، بتبقى عباره عن فاكيوليتد او لارج سيلز. بعد كده عندنا بتبدا لاير تتكون في النص اسمها ستراتم انترميديوم،
بعد كده عندنا في يحصل فلاتنج للبيريديرم اللي حواليها، تبدأ السيلز حجمها يصغر وتبدأ تتحول ل في الاخر خالص يبدأ الكيراتينيزيشن يبدأ موجود، والكيراتو هرانجرانيولز تبقى موجودة، نبدأ نتجه للفانكشن بتاعت السكين ذات نفسه اللي هي الكيراتينيزيشن. عند الفول تيرم يتكون الاربعة لايرز. نبدأ أول حاجة الاستراتوم بيزاليز، وهي بما إنها البيز بتاعتنا يعني هي اللي بتكون بقية الخلايا بتاعتنا. أول حاجة خالص هي بتبقى عبارة عن سنجل لاير، وده الطبيعي إن هي بتبقى سنجل لاير واحدة بس. في بعض الأوقات ممكن أشوفها تو لايرز، بتبقى قليل جدا جدا. في بعض الأوقات لو هي في الأكتيف ميتوزيس مع ممكن الريجنريشن أو مع الووند هيلينج أو بعد البيرنز، ممكن أشوفها تبقى موجودة على هيئة تو لايرز. شكلها تبقى ايه؟ بتبقى عبارة عن كولومنر سيلز. يعني لو جينا هنا كده بس نركز مع السهم هنا، دي بتبقى شكل البيزل سيلز اسمها ستياتم بيزاليز. السيتوبلازم بتاعها لو احنا خدنا بالنا ركزنا بيبقى لونه بيزوفيليك، لونها ازرق، تمام؟ عشان كده بتاخد صبغة الهيماتوكسيلين اللي هو لونه ازرق. واي حاجة بيزوفيليك بعد كده نسبة للبيزوفيليك سيتوبلازم الموجود في الاستراتام بيزاليز معناه ان هو بيتصبغ باللون الازرق. النيوكلاس بتاعتها لو احنا اخدنا بالنا بتبقى الاوفال شيبد دارك ستيند نيوكليار. لو احنا ركزنا في الخلايا اللي عليها السهم دي هتلاقيها ان هي مقسومه نصين، النيوكليار معناها ان هي داخله في ميتوز، معناها بدات تكون اللايرز اللي فوقيها. بعد كده بنشوف فيها الميتوتيك اكتيفيتي. اهم حاجه بتميز هنا اللاير الاستراتم بيزاليز ان فيها حاجتين مهمين جدا من انواع الجانكشنز اللي موجوده، بتميز بوجود بالنسبه الكيراتينوسايتس اللي موجوده في الاستراتام بيزاليز والكيراتينوسايت اللي موجوده في الاستراتام سبينوزوم فوقيها، الاثنين بيمسكوا في بعض بحاجه اسمها ديسموسوم، وهي بتمسك في اللي جنبها اختها اللي جنبها برضو بتسموسوم. طب ايه اللي بيثبتها تحت في البيزمنت ميمبرين؟ يعني الخط اللي تحت ده اسمه البيزمنت ميمبرين. الكيراتينوسايتس والاستراتام بيزاليز بتمسك في البيزمنت ميمبرين بما انه ناحية واحدة خلية والناحية التانية بيزمنت ميمبرين، بنسميه هيمي ديسموسوم. أهم حاجة برضو بيكون موجود فيها بتتميز بوفرة في وجود الميلانين بيجمنت، نتيجة إن الميلانوسايتس اللي هي الخلايا الصغيرة اللي احنا شايفينها دي، يعني دي اللي قدامنا دي ميلانوسايتس، اللي هنا دي ميلانوسايتس، بتبقى ويدجت يعني محشورة بين الكيراتينوسايتس اللي موجودة في الاستراتام بيزاليس. يبقى احنا ده بالنسبه للاستراتام بيزاليس. الاستراتام بيزاليس دي بتمثل تقريبا كل حاجه في الابيديرمس والسكين ابنديشز، بمعنى ان هي بتبدا تعمل ميتوديك اكتيفيتي وتكون بقيه اللايرز اوف ذا كيراتينوسايتس اوف ذا ابيديرمس. يعني هي المسؤوله عن تكوين الاستراتام سباينوزا استراتام جرانيلوزا استراتام كورنيوم، وجزء منها بعد كده في الامبرولوجي بينزل تحت ويعمل لنا الهير فوليكل. لما نيجي نتكلم بعد كده جزء منها بينزل تحت في الديرمس يعمل لنا السويت جلاندز، وهنلاقي جزء من البيزل سيلز اللي موجود في الهير فوليكل يعمل بارج اوتسايد يعمل لنا سبيشس جلاند. فيعني كلمة ستريتم بيزالز مهمة جدا، ولازم نخلي بالنا من كلمة بيزالويت سيلز، لأن لما نيجي نتكلم مثلا بعد كده في التيومرز اوف ذا سكين هنتكلم على الابيديرمال تيومرز، ولو اتكلمنا على التيومر في سكين ابنديجز هنلاقي كلمه بيزالويت سيلز كتيره جدا. ولما نرجع للاوريجن بتاعنا هنلاقي ان كل حاجه تقريبا طالعه من البيزال سيل لير. يبقى انا ما اخدش الامور بصعوبه وافكر بالراحه، يبقى انا الاوريجن بتاعي جاي منين؟ بيزال سيل. فبالتالي لو تيومر طلع من بيزال سيل هيبقى شكله بيزالويت سيلز، سواء كان بيزال سيل كارسينوما، سواء كان ترايكوبيثيليوما، سواء كان انواع من انواع السبيشيوما والسبيشس ادينوما والسبيشس كارسينوما، كل دول هتلاقوا فيهم بيزالويت سيلز. اللير اللي بعد كده حاجه اسمها ستريتم سباينوزا، وسباينوزا جايه من سباينز، يعني ايه؟ في شوك او حاجه زوايد طالعه سبايكس طالعه من الخلايا. هما سموها كده ليه؟ لو ركزنا في الصوره هنا كده هنبص نلاقي الكيراتينوسايتس بينها وبين بعضها اكن في خيوط رفيعه ماسكه الخلايا ببعضها. ده كان في الاول هم سموها كده، لكن بالالكترون مايكروسكوب بعد كده اتضح ان دي مفيش سباينز ولا حاجه، هو حصل ديسوليوشن. يعني ايه ديسوليوشن؟ دابت كل الكونتنت اللي موجوده بين الخلايا وبعضها، وبقى بعض الادجنكشن او جنكشن بين الخلايا دي، فهي بانت على هيئه سباينز. يعني الجلايكوكاليكس او الانترسيرور سيمن سبستنس اللي موجود بين الكيراتينوسايتس والتانيه تقريبا معظمه حصل له ديسوليوشن، يعني داب في وانا بجهز للشريحه، فعشان كده بقى بس موضوع الديسموسومز هو اللي باين في النص. فبيتهيأ لي ان انا شايف سباينز طالعه بين الخلايا والتانية. هي عباره عن بول هيدرال سيلز،
وزي ما انا بقول دايما لما اجي ابص للتكوين بتاع الابيديرمس عندي في الكيراتينوسايتس هلاقيه بدأ كولامنر، بعد كده بولي هيدرال، هتلاقيها بعد كده بقت اوفال، هتلاقي كده بعد فلات سيلز، ناحية كل ما اطلع ناحية فوق الخلايا بتبدأ تصغر في الحجم وتبقى مضغوطة، وده حكمة ربنا، لأن كل ما اطلع لفوق في بريشر، في ضغط أعلى، فمحتاج خلايا أقوى. كل ما كانت الخلية مور فلات مور اوفر مور فلات، معنى كده إنها تتحمل الضغط أكتر. لو ركزنا أكتر هنبص نلاقي الهيستوباثولوجي اوف يورينري تراكت، لو بدأنا من الكدني نزلنا على اليوريتر، على اليورينري بلادر، على اليوريثرا، لحد بره هلاقي الترتيب برضو نفس الترتيب، تبدأ كولامنر، شورت كولامنر، هتلاقي كيوبويدال، ترانزيشنال ابيثيليوم، بعد كده سكويموس ابيثيليوم، بعد كده كيراتينايزد ابيثيليوم. ليه؟ كل ما بطلع لبره في ضغط اكتر، فلازم الخلايا تتحول لشكل فلات. هي بولي هيدرال سيلز وعددها بيبقى من 5 ل 10، ممكن تبقى اكتر من كده. دي اكتر لاير موجود فيها عدد ديسموسومز، لان تقريبا لو جينا حسبنا، يعني لو خدنا مثلا مثال هنا الكيراتينوسايت دي واحده، هنا ادي 1 2 3 4 5 6، حواليها تقريبا 7 أو 6 خلايا، يعني حواليها 7 ديسموسوم، يبقى ده أكتر لير هشوف فيها عدد ديسموسومز. كل ما أطلع للسطح بتاعي بتبقى مور فلاتند ومور سمول في السايز بتاعها، بتميز بوجود انترسيلر بريدجز. أهم حاجة فيها وأهم ما يميزها طبعا، لأن وجود ديسموسومز كتيرة، وجود الكيراتين انترميديت فيلمنتس. لما نيجي نشرح الديسموسوم هنجيب سيرة الكيراتين انترميديت فيلمنت. يبقى دي بالنسبة للستراتم سباينوزم. نيجي بعد كده اللاير مهمة جدا برضو، وهي الستراتم جرانيولوزم. وسميناها جرانيولوزم ليه؟ نتيجة وجود جرانيولز. الجرانيولز هنا اسمها ايه؟ كراتو هايراين جرانيولز. بتبقى فلاتند، بتبقى اوفل، والسيكنس بتاعها السمك بتاعها بيتناسب طرديا مع السيكنس استراتم كورنيوم، بمعنى اللي هي الهورن لاير. بمعنى كل ما كانت الهورن لاير كبيرة يبقى الستراتم جرانيولوزم كبير. بمعنى اخر في الثين سكين، في الجلد الرفيع اللي هو في الجسم عموما، هنلاقي ان السيراتم جرانيزم تقريبا من 1 ل 3 لايرز، لكن في الثيك سكين زي البالم والسول هنلاقي انها ممكن تزيد توصل ل 10 لاير. فعشان بس الناس، وده مهم جدا عشان ما اشوف شريحه واشوف الجرانيولر لاير سيل لاير كبيره ما اقولش دي باثولوجي او ده ديزيز، لا انا اسال الاول العينه متاخده منين، بالم وسول، يبقى ده حاجه طبيعي او ناتشرال مفيش اي مشكله فيها. بتميز بوجود الكيراتو هيرين جرانيولز. طب ايه وظيفتها وايه اهميتها؟ هنا بتبدا في الجرانيولر سيلير، هي المكان الترانزيت ما بين السباينس لير واللير اللي بعدها اللي هي الهورن سيلير. هنا هتتحول اللايرز من حاجه فانكشنال او من حاجه نيوكليتد لان نون نيوكليتد. هنا بتتميز بوجود اللايسوزومز جواها، واللايزوم تبدا تعمل ايه؟ تدوب كل السير اورجانيلز، تبدا ان اللايزوم تطلع انزيمز، تبدا تعمل ديسولوشن للنيوكلياي، لجولجي ابريتاس، للميتوكوندريا، كل حاجه مش هيبقى الا الاوت لاين بتاع السير ذات نفسه. والكيراتو هيلاين جرانيولز هنا بتبقى بيزوفيليك، يعني لونها ازرق، ودي مميز جدا عشان اقدر اميزها بسهوله. اللي هنا اللون البينك اللي فوق ده الاستراتم كورنيوم، ادي الثلاثه لاير او الاربعه لايرز دولت هم مين؟ هم الاستراتم جرانيولوزم. اللون الازرق ده هو الجرانيولز بتاعت الكيراتو هالاين او الكيراتو هالاين جرانيولز. وهنا هتبدا الكيراتو هالاين جرانيولز باللايزوزوم تطلع انزيمز، تعمل ديسولوشن للسيل اورجانيلز، تحولها لانيوكليتد كيراتينوسايتس فوق عشان تبدا تتكون لمين؟ تتكون للستراتم كورنيوم. برضه من ضمن الفانكشنز الستراتم جرانيولوزم مع الستراتم كورنيوم بيعملوا لي حاجه اسمها السكين بارير. بيعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ السكين بارير. هنلاقي الاودلاند بوديز مع الكيراتو هالاين جرانيولز يبدأ يكونوا لي بعد كده مين؟ البروفراجلين والفراجرين، عشان بعد كده اعمل لي حاجه اسمها السكن انفلوب، وبعد كده يكون لي السكن بارير. تكنيكالي او لما ببص بالميكروسكوب ما اشوفش نيوكلياي، بقول ان الخلايا دي ميته، فالستراتم كورنيوم انيوكليتد كيراتينوسايتس فتكنيكالي ديد، لكن فانكشنالي ليف، لان هي بيتم فيها وظائف كتير جدا. هي ايزينوفيليك. يعني ايه ايزينوفيليك؟ يعني لونها احمر، بتاخد لون الايوسين، من هنا سميناها ايزينوفيليك. شكل الكيراتين هنا بيبقى حاجه اسمها باسكت ويف. باسكت ويف يعني ايه؟ يعني شكل الشبكه، ادي الباسكت ويف بنفس المنظر ده. طب هل هي في الطبيعي، يعني انا لو جيت بصيت بالميكروسكوب كده هلاقي الجلد بتاعي بنفس المنظر ده؟ وهل هي بنفس السمك ده؟ لا طبعا، السيراتم كورنيوم بتبقى اكتر من كده بكتير، ممكن توصل ل 10 او 15 لاير. لكن اثناء البروسيسنج بتاعي
واثناء ما انا باخد العينه جزء منها بيقع فمبقاش موجوده كلها. تاني حاجه اثناء البروسيسنج السبيس اللي بين الخلايا وبعضها بيدوب برضو فما بشوفوش، بيبان على هيئه فراغات اللي هي بتكون الباسكت ويف كيراتين. لكن بالالكترو مايكروسكوب بشوفها اكبر من كده، يعني ممكن الحجم بتاعها يبدا من هنا يوصل لحد هنا، واشوف ان الخلايا بتبقى فيرتيكالي اورينتد، يعني الكيراتينوسايتس نايمه فوق بعضها بشكل فيرتيكال، وده مهم برضو. ده في الثين سكين بشوفها او في النورمال سكين في كل اجزاء الجسم. لكن لما اخش بعد كده على الثيك سكين ده شكل الكيراتين بيبقى كومباكت. كومباكت يعني ايه؟ مزنوق فوق بعضه، عامل لايرز ثيك فوق بعضها، فما بشوفش السبيسز اللي موجوده في الثين سكين. وهل ده له اهميه؟ له اهميه، عشان برضو ما اشوفش المنظر ده اقول ده باثولوجي، ده كومباكت كيراتين وهايبر كيراتوس. لا، ده نورمال في البالم والسول. والكلمه اللي انا كنت بقولها من شويه ان انا لما الاقي عندي الستراتم كورنيوم السيكنس بتاعها زاد، في نفس الوقت السمك بتاع الجرانيولار سيل لاير بيزيد، يعني ادي البروبورشن بين الستراتم كورنيوم وبين الجرانيولار سيل لاير، ودي واضحه جدا. يبقى ادي الستراتم كورنيوم، استراتم جرانيولوزم، التالتة دي الاستراتم سباينوزم، واللاير اللي تحت خالص دي اسمها ايه؟ الاستراتم بيزاليس. ده الديفرنس بين الثين سكين والسيك سكين، يعني كلام نظري بس اللي انا عايز اوضحه او اقول اهميته. في الثين سكين تتميز بوجود الهير فوليكل ما عدا اماكن معينه زي اللبس، زي الليب ماينورا، جلانس بينس، ده له اهميه. لما الاقي حاجه هنا موجود فيها ديزيز فيها هير فوليكل يبقى ده حاجه ابنورمال. الثيك سكين متميز بوجود لير خمسة، حاجة لير شفافة كده في النص بين الستراتم كورنيوم والستراتم جاريزم اسمها ستراتم ليوسيدم. بتبقى أهم حاجة فيها إن هي موجود فيها السنسر ريسبتورز أكتر من الثين سكين، وتتميز إن هي مفيهاش سبيشال جلانس، ولكن فيها أكتر إكراين سويت جلانس، لكن طبعا مفيهاش هير فوليكلز. ده شكل السكين عموما. أدي قلنا الإبيديرمس، لما نيجي نقول إبيديرمس، وادي الديرمس بتاعنا، وتحت هيكون مين؟ الهايبو ديرمس. لما نيجي نقسم ستراتم كورنيوم اللاير هنا طبعا ده ثين سكن، فشايفين تقريبا لاير او اتنين بالكتير ستراتم جرانيلوزم اللي هو اللون الازرق اللي موجود هنا ده، وننزل تحت ادي الستراتم من اول هنا لحد هنا، الستراتم مين؟ ستراتم سباينوزم، وبعد كده اخر لاير تحت خالص هي الستراتم بيزاليس، وده الليبلز بتاعتي عشان ابقى عارف انا فين بالظبط. نيجي بعد كده الموضوع برضو مهم، هو الديسموسوم والهيمي او الديرمو بديرمال جانكشن. بعد كده لو جينا نتكلم على الديسموسوم، انا عارف ان هو موضوع رخم شويه بالنسبه للناس، والناس بتكون يعني مستثقله دمه شويه ومش ها مش ها مش ها يعني مش عايزين يفهموه، بيفكروا ان هما يطنشوا. انا هحاول ارسمه معاكم واحده واحده، اجيب لكم بس ورقه فاضيه كده نرسمه مع بعض ونقول فين الديسموسوم والهيمي وايه الفرق بينهم وبين بعض. لو جينا نركز مع بعض هنا كده، انا هرسم ببساطه جدا، كله يرسم معايا يا جماعه، لو انتوا عايزين تفهموها ارسموها. ادي كده دي كيراتينوسايتس، والناحية التانية عندي كيراتينوسايتس، يبقى انا عندي اتنين. الفكرة ان انا هوصل الاتنين ببعض. انا عندي انواع الجانكشنز بتاعتي انواع كتير، من اهمها الديسموزومال جانكشنز، في بعد كده حاجة اسمها جاب جانكشن، وفي انواع تيرمو جانكشن، لكن اللي يهمنا عندنا في السكن الديسموزومال جانكشنز. طيب دلوقتي انا عندي خلية هنا وعندي خلية تانية هنا، المفروض ان انا اربط الاتنين ببعض. قبل ما اربط الاثنين ببعض لازم اثبت الخلايا ذات نفسها في نفسها، بمعنى انا دلوقتي واقف وجنبي واحد وجنبي واحد، احنا التلاتة عايزين نمسك في بعض، فلازم الاول انا مدي دراعي امسك في دراع صاحبي، وصاحبي يمد دراعه التاني يمسك في دراع صاحبنا التالت. طيب ايه اللي هيحصل؟ ببساطة خالص، ادي عندي الكيراتينوسايت الاولانية هنا جوه، هنلاقي النيوكلياي بتاعتنا. طيب وبعد كده الفري بارت بتاع السيتوبلازم، هنلاقي الخلايا عشان تثبت نفسها بتبني عمودين جوه، حاجة اسمها اوتر بلاك، بلاك يعني عمود، وانر بلاك، يبقى انا عندي كده عمودين. يبقى الفكرة لازم انا اثبت الجزء الفري ده بالانر بلاك، وبعد كده اخد الاوتر الانر بالاوتر، واخد ده الناحية التانية بالخلية التانية. اول حاجة خالص الفري بارت بتاع السيتوبلازم هثبته بمين؟ بالانر بلاك. ده وظيفة مين؟ الكيراتين انترميديت فيلمنتس.
يبقى ده اول حاجه، ودي حاجه خدناها كلنا احنا في سنه اولى في الهيستولوجي زمان، حاجه اسمها السايتو سكيلتون او سكيلتون اوف ذا سيل. يعني السايتو سكيلتون اللي هو او اهم عمود فيه هو الكيراتين انترميديات فيلامنتس. وهنا لو رجعنا هنا بس ببساطه كده، الكيراتين انواعه كتير جدا، 20 نوع كيراتين عندنا موجودين في السكين، بتقسموا لحاجتين اسيديك وبيزك. عشان ارتب السكين بتاعي لازم اخد واحد اسيديك مع واحد بيزك عشان التشارج ويمسكوا في بعض. فلازم اخد واحد مثلا مع 11، 5 مع 14 وهكذا، يعني ما ينفعش اخد واحد واثنين مع بعض. تمام، يبقى انا بدأت بكيراتين انترميديت فيلامنتس. بعد كده الانر بلاك هربطه بالاوتر بلاك بلاكوجلوبينز. بعد كده هوصل الاوتر ده بالاوتر الناحية التانية بمين؟ بحاجتين، بالديسموبلاكينز والديسموسومز. والديسموسومز ده نوع من انواع الكادهرين فاميلي او من الكالسيوم، والكالسيوم عارفين ان هو حاجة بتتميز بالصلابة بتاعتها فيقدر يمسك الخلايا ببعضها. والكادهرين فاميلي حاجات كتير جدا من اهمها الديسموسوم والديسموبلاكينز. يبقى انا كده ربطت الخليتين في بعض. نيجي نبص هنا مع بعض، يبقى انا عندي ادي السيتوبلازم الفري بارت، كيراتين فيلامنتس مسكت هنا في الانر بلاك، بعد كده البلاكوجلوبينز مسكت الانر بالاوتر، بعد كده خدت الاوتر بالاوتر الناحيه التانيه عن طريق حاجتين، الديسمو كولينز والديسمو جلاينز. والديسمو بلاكينز مسكت لي هنا الجزء اللي في النص، ودول كلهم عباره عن كالسيوم واحده من الكادهرين فاميلي. طب ايه الفكره ان انا اعرف الكلام ده كله؟ ببساطه خالص، الديسموجلاينز والديسموكولينز والديسموبلاكينز والبلاكوجلوبينز دول كلهم عباره عن بروتينز. ومعنى ان هم بروتينز يعني ان هم انتيجنز، ومعنى ان هم انتيجنز وموجودين على السيرفيس بتاع الخليه من بره، ان ممكن انتي بودي يجي يعمل لهم مشكله، يعني انتي بودي يمسك في انتيجن يعمل لنا مشكله. طيب ايه تاني المشكله التانيه؟ ان هم برضو بروتينز وفي جين بيكونهم، ممكن يحصل جينيتك ديفكت يبقوا مش موجودين، يحصل لنا مشكله فين؟ في السكين. طب لما يحصل مشكله في الجزء اللي بيربط خليتين ببعض، ايه اللي هيحصل؟ يحصل حاجه اسمها ايه؟ اكانثولايسيس. يعني ايه اكانثولايسيس؟ لوس اوف كوهيجن، او ان انا افقد الترابط بين الخليه والتانيه، فيبدا يتكون فلويد بينهم في النص، يعمل لي فراغ، يعمل لي حاجه اسمها كليفت. ببساطه خالص، عندي بروتين موجود هنا، جه انتي بودي ضرب البروتين ده، يبقى انا كده حاجه اسمها انتيجين انتي بودي بقت اوتو اميون. او انا عندي جين ديفكت حصل في المكان ده، مش موجود الديسموجلاين او الديسموكولين، يبدا ما يتكونش، او الجين المسؤول عن تكوين الكيراتين هنا مش موجود فيحصل لي سيبريشن في المكان ده. طيب نيجي ببساطه برضو نكمل. طب انا ربطت الكيراتينوسايتس بالازر كيراتينوسايتس، طب دي البيزل سيل يعني الخليه اللي نايمه على البيزمنت ممبرين، الخط اللي موجود هنا ده، عايز اربط الابيديرمس بالديرمس. دايما نمثل كده ان الديرمس عباره عن راجل والابيديرمس ابن الراجل ده، يبقى الديرمس شايل ابنه على كتفه فمطلع دراعه فوق، والابن منزل رجليه على كتف ابوه، يبقى الابيديرمس نازل بالريتي ريدجز رجليه، والديرمس طالع بايديه اللي هي او صوابعه اللي هي الديرمال بابيلي. طيب انا عايز اثبت الابيديرمس في الديرمس اللي هو الديرمو ابيديرمال جانكشن. نبدا بحاجه اسمها الاول حاجه الهيمي ديسمزوم. هيمي ليه؟ لان انا عندي في ناحيه موجود كيراتينوسايت والناحيه الثانيه بيزمنت ممبرين. اول برضو ما هبدا بمين؟ بالكيراتين انترميديت فيلمنتس، واثبتها فين؟ في الانر بلاك اللي موجوده في الهيمي ديسمزوم البلاك. بعد كده هلاقي عندي برضو مجموعه بروتينز كتيره موجوده. ايه البروتينز اللي موجوده دي؟ في حاجتين مهمين قوي، بولس بنفجويد انتيجين 1 وانتيجين 2. الانتيجين 1 زي ما احنا شايفين اهو موجود فوق، الوزن مهم، وزنه 230 كيلو دالتون، موجود فوق بيربط مع الكيراتين فيلمنتس، خدها وخدها مين؟ تحت مع الديسموزوم الهيمي ديسموزوم البلاك. وادي الانتيجين 2، هنلاقي له 2 بارتس، بارت موجود منه فوق في الابيديرمس وجزء نزل تحت فين؟ في الديرمو ابيديرمال جانكشن عند اللامينا ليوسيتا. تمام، بعد كده في حاجه اسمها البليكتين، وفي حاجه اسمها الفا 6 بيتا 4 سب يونت انتجرينز. يبقى انا عندي في انتجرينز، في بليكتين، في بولس بفوجود انتيجين 1 و2 والكيراتين انترميديت فيلامنتس. طيب افكركم بسرعه بشويه حاجات كده في الديزيز اللي احنا عارفينها. طيب جينيتك ديفكت، لو حصل جينيتك ديفكت للكيراتين فيلامنتس اللي هنا غالبا رقمها 514، يدينا مرض ايه؟ حد يقول معانا كده؟ طيب بسرعه، في ناس قالت الابيدرمولايسيس بولوزا سمبلكس، يعني الجينيتك او الجينوبولس ديزيز اشهرها مين؟
السيمبلكس، لما يحصل جينيتك ديفكت في الكيراتين. طيب لو حصل ديفكت في الكيراتين اللي تحت في الابيديرمس يدينا بولس ديزيز، تمام. لو حصل ديفكت في الكيراتين اللي مسؤول عن الابيديرمس فوق ناحيه الاستراتم كورنيوم والاستراتم جرانيلوزم يدينا مين؟ يدينا بالمو بلانتر كيراتوديرما. يعني كيراتين 1 و10 هيدينا مين؟ بالمو بلانتر كيراتوديرما. 5 و14 يدينا بدرمس البلوزا سيمبلكس. ببساطه كده عشان محدش يتلخبط، كيراتين اللي تحت ناحيه البيزل سيلير الديفكت اللي فيه يدينا بولس ديس اوردر، كيراتين اللي فوق في الابيديرمس الديفكت اللي فيه يدينا ايه؟ بالمو بلانتر كيراتوديرمس. تمام. ننزل بعد كده احنا عايزين نربط الهيميديسمزوم باللامينيليوس ده. اول حاجه خالص طلعت عندي دراع طالع من البلازما فيجويد انتيجين تايب 2 اللي هو الكولاجين 17 يمسك من الهيميديسمزوم ياخد تحت في مين؟ في اللامينيليوس ده. وسميناها اليوس ده ليه؟ لانها شفافه، لانها خفيفه، لانها ضعيفه، لان دي المكان اللي بيتقطع فيه بيفصل فيه الابيديرمس عن الديرمس لما يحصل انجري، او لما انا عاوز اعمل اختبار بحط العينه بتاعتي في هايبرتونيك سلاين سوليوشن، يعني محلول، وحطيت فيه محلول ملح مركز من الصوديوم كلورايد واسيبها 48 ساعه بتبدا تفصل. تفصل فين؟ عند المكان ده بالظبط اللي هو اسمه ايه؟ اللامينا ليوسيدا. بعد كده في اللامينا ليوسيدا بما انها بما ان اسمها لامينا، لامينا جايه من مين؟ من لامينين. يبقى فيها كام برضو؟ في حاجه اسمها لامينينز 1 و5 و6 ولهم ارقام تانية دلوقتي اسمها 3 3 2 3 3 4، يعني احفظوهم برضو 1 و5 و6. وهنلاقي جزء من الانتجرين اهوت ده الالفا 6، هنلاقي البيتا 4 يونت انتجرين نزلت تحت فين؟ في اللامينا ليوسيدا. ده كله عشان اعمل تثبيت. هنزل تحت بعد كده عندي حاجه اسمها اللامينا دنسا. اسمها دنسا يعني ايه؟ دنسا جايه من دنس يعني كثيفه، يعني تقيله، لان هي دي اللي بتثبت الدنيا. هنلاقي فيها سلفيت، سلفيت يعني كبريت، يعني سلفيت بونس يعني حاجه شديده، يعني بتمسك السكن كله، كوندروتين سلفيت وهيبارين سلفيت. وفي حاجه اسمها هنا بروتين نوع اسمه بي 20. بي 20 دي الناس اللي بتذاكر كده واللي داخلين دكتوراه، في نوع من انواع البولس بنفوجويد الانتيجين بتاعه بي 20 200، مش بي 20 انا اسف، 200 كيلو دالتون. ده نوع من انواع البولس بنفوجويد بيحصل فين؟ انتيبودي للبروتين ده، وده نوع سبيشال لوحده، يعني بيحصل الديفكت في المكان ده بالظبط. تمام. وكولاجين 4 موجود هنا، او الانكورينج فايبريلز موجود، فيلامنتس موجوده في اللامينا دنسا. انزل تحت خالص هنلاقي الانكورينج فايبريلز اللي هي عامله هوكس دي، اللي هي الاماكن دي، دي بالظبط اكني ببني بيت وعندي الاساس بتاعي. بنحفر تحت، بنحط عباره عن زلط واسمنت من غير حديد، بعد كده نبدأ نثبت بالحديد فوق، بعد كده نبدأ نحط العمدان بتاعتنا ونبني العمارة. بعد كده هنا تحت في اللم الصب لامينا دنسا هنلاقي مين؟ اللي يهمنا جدا جدا حاجة اسمها كولاجين 7، أو اللي هو كولاجين رقم 7. والكولاجين 7 برضو هنلاقي عبارة عن بروتين، هنلاقي فيه مشكلتين، يا إما جينيتك ديفكت هتدينا بعض الديزيزز، أو أوتو أميون ديس أوردر يعني أنتي بودي جيل البروتين ده هيعمل لنا اوتو اميون بولس ديس اوردرز. دي باختصار ادي فوق الديسموزوم، وبعد كده دخلنا في الديرما وبديرمال جانكشن، خدنا الديسموزوم لامينا اليوسيدا، لامينا دنسا، والصب لامينا دنسا اللي موجود فيها كولاجين 7، وهنلاقي برضو كولاجين 1 و3 موجودين. ده باختصار كده يعتبر اتكلمنا على الابيديرمس واهم النقط اللي تهمنا فيه، ويعني عملنا بعض الاسقاطات على الحاجات الكلينيكال اللي احنا ممكن نسمع عنها. نيجي نتكلم على بقيه السيلز اللي موجوده في الابيديرمس. احنا قلنا السيلز اوف ذا ابيديرمس بنقسمها حاجتين، دندريتك ونون دندريتك، او كيراتينوسايتس ونون كيراتينوسايتس. اول حاجه في النون كيراتينوسايتس او الدندريتك اللي لها وظيفه مهمه الميلانوسايتس. الميلانوسايتس الاوريجين بتاعها مهم قوي، طالعه من النيورال كريست. طب ليه اهميتها النيورال كريست؟ ايه اللي يطلع تاني عندي من النيورال كريست؟ هنلاقي فيه مثلا عندنا الريتنا، هنلاقي فيه عندنا النيرف سيلز. ايه في حاجات مشتركة ما بينهم؟ ايه في حاجات مشتركة ما بينهم؟ طبعا يعني هنلاقي في ديزيز عندنا في الجلدية اسمها ايه؟ فاكوماتوزيس، يعني سكين نيورال واوكيلر التلاتة مع بعض. وهنلاقي في بعض الديس اوردرز هنلاقي فيها سكين واي بس، وهنلاقي بعض الديزيز فيها سكين ونيورال بس. فده ليه؟ نتيجة ان الاوريجين مشترك. بليماتوكس لوميليسين عبارة عن كلير سيلز، ودارك نيوكلير بتبقى فين؟ ويدجت بين الكيراتينوسايتس. النسبة والتناسب
لما اجي اعد تحت في السكشن في البيزلس اللاير، لو عديت ادي واحده ميلانوسايت وادي التانية ميلانوسايت، لما اعد ما بينهم كده تقريبا دول 10 كيراتينوسايتس. يبقى في الفيو اللي قدامي في الوان دايمنشن ده كل واحده ميلانوسايت تقريبا بتغذي من 9 ل 10 كيراتينوسايتس. لما اخد 4 دايمنشن يعني في الاربع اتجاهات كل واحده ميلانوسايت تقريبا هتغذي من 36 ل 40 كيراتينوسايتس، بتبقى زي ما احنا شايفين ويدجت، يعني ايه، مزنوقه بين الكيراتينوسايتس اللي في البيزر سيلية. عشان اشوف اكتر لازم اوضحها بالسبيشال ستينز، هل فيها تونو فيلامنتس او ديسموزوم؟ طبعا ما فيش حواليها، احنا هنشوفها هنلاقيها سايبه خالص، ما فيش هنا ولا هنا. هي عباره عن دندريتك سيلز. يعني ايه دندريتك؟ لها دندرايتس، لها دراعات. يعني ايه لها دراعات؟ يعني لا فيها حاجات بتطلع منها كده تخش بين الكيراتينوسايتس وبعضها. طب دي لها وظيفه؟ اي نعم لها وظيفه. اول حاجه عشان نعرف وظيفتها ايه لازم نعرف ايه اللي جوه الميلانوسايتس. في حاجه اسمها، في اورجانيل مهم قوي 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 اسمه الميلانوسوم. الميلانوسوم ده اللي بيتكون فيه الميلانين بيجمنت طبعا عن طريق الدوبر اكشن، ودي كلام نظري لازم نكون عارفينه، الدوبر بيتكون ازاي والتيروجينيز انزيمز ووظيفته وتكوين الفينال انالين وازاي بكون الميلانين في الاخر. يبدا الميلانين يتجمع جوه الميلانوسوم، يكون في الاول صغير ومدور، بعد كده يكبر، بعد كده يبقى لونه دارك، يبدا يروح فين؟ على البريفري بتاع الدندرايتس بتاعت الميلانوسايتس. يبدا يعمل بطريقتين، يقال ان هما طريقتين عشان يخش الميلانين جوه الكيراتينوسايتس. اول حاجه ان هو اكن زي انجكشن، يعني الدندرايتس دي الطرف بتاعها بيكون زي السرنجه بالظبط، تعمل انجكشن للميلانين جوه الكيراتينوسايتس، او ان البريفرال بارتس اوف دندرايتس يحصل لها انجولفنج بمين؟ بالكيراتينوسايتس وتخش جواها، ويحصل ديستراكشن للميلانين جوه الكيراتينوسايتس، يبدا يتوزع الميلانين على الكيراتينوسايتس اللي حواليها. لو خدنا بالنا هنا ان الدندرايتس بتبقى راميفاي بتخش بين الكيراتينوسايتس وبعضها. طب هل عدد الميلانوسايتس اللي بيفرق ولا شكل الميلانين هو اللي بيفرق بين الناس وبعضها؟ عدد الميلانوسايتس ثابت في كل الناس سواء كان كوكيزيان سواء كان افريكان امريكان، لكن الفانكشن والسايز اوف ميلانوسومز هو اللي بيفرق بين ريس والتاني، يعني بين جنس والتاني، بين الناس اللي هم الفير سكين وبين الناس البلاك سكين. قالوا ان في البلاك سكين بلاقي الدندرايتس دي اطول، مور لونجر ومور ثيكر، ممكن توصل فوق خالص لحد اخر الابيديرمس، وبيكون الميلانوسوم فيها مور بيجر ومور اكتف، يعني الفانكشن بتاعته بتشتغل اكتر من الفير سكين. السبيشال ستينز بتاعتي بالنسبه للميلانوسايتس في حاجات فايتال. فايتال يعني ايه؟ باخد العينه ما بحطهاش فورمالين وبعمل الرياكشن بتاعي اللي هو الدوبر رياكشن، لو بوزيتيف يبقى انا التيروجينيز انزيم اكتيفيتي او التيروجينيز انزيم اكتيفيتي موجوده يبقى دي ميلانوسايتس، لو ما حصلش رياكشن يبقى ما فيش تيروجينيز انزيم يبقى دي مش ميلانوسايت. في السيلفر باسبوغ ميلان هو الاس 100، ما بقولش اس 100، هو انتي بوديز اجينست الاس 100 بروتين الصبغه بتاعتي، وحاجه السبيسيفيك بتاعتي اول الميلانوسايتس اللي هي مين؟ الاتش ام بي 45. طيب هنا احنا قلنا الاوريجن بتاعنا مهم، هنا احفظوا الاس 100 عشان هنقوله في اماكن تانية. ده شكلها بالسيلفر ستين، ادي شكل الميلانوسايتس والدندرايتس بتاعتها موجوده طلع بين الكيراتينوسايتس، وادي الميلانين بدا يتوزع فين؟ في الكيراتينوسايتس. السيل اللي بعد كده الثالثه اللي هي الدندريتك سيل برضو اسمها لانجرهانس سيل، او اللي احنا بنسميها انتيجين بريزنتنج سيلز، او واحده من الاميون سيلز اللي موجوده في الابيديرمس. لازم نعرف الاوريجين جاي منين. هي بومر ودرايف سيلز بالهيماتوكسون والايسين العادي، بتبقى كلير سيل تقريبا ما شوفهاش. موجوده فين مكانها؟ موجوده فين؟ موجوده في الميد بورشن اوف ستراتم سباينوس، يعني لما اقسم الابيديرمس بتاع التلت والتلتين هي موجوده في التلت ايه اللي تحت في الاستراتم سباينوس ذات نفسها. النيوكلاي بتاعتها بتبقى رينيفورم يعني كيدني شيبت، ولها ديليكت دندرايتس بتخش فين؟ بتخش بين الكيراتينوسايتس وبعضها وتطلع فوق لحد الاستراتم كورنيا. ده عندي نوعين دندريتك سيلز، ادي واحده هنا وواحده هنا. طب اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ اللي تحت خالص بين البيزل سيلز وبعضها هي مين؟ الميلانوسايتس، واللي فوق في الميد ستراتم سباينوزم هي اللانجرهانس سيلز.
لان انا لو صبغت بالاس 100 الاس 100 هيصبغ لي الاثنين مع بعض. طب انا اعرف ازاي الفرق بين ده وبين ده؟ زي ما قلنا في المكان، هنا هتبقى دي وهنا هتبقى الميلانوسايتس. السبيشال ستينز هنا اهمهم الاس 100 بروتين انتي بوديز والسي دي 1 اي. ليه بنقول السي دي 1 اي؟ لان رانجل هان سيلز دي واحده من دندريتك سيلز. في اثر دندريتك سيلز او رانجل هان سيلز في الديرمال دندريتك سيلز اللي موجودين في الديرمس عندي، لان انا عندي في هيستوسايتوزيس. الهيستوسايتس بتاعتي في جزء منهم ابيديرمال اللي هم اللانجر هان سيل هيستوسايتوزيس، وفي الديرمال اللي هم النون لانجر هانز تايب، ودولت بيبقى لهم سي دي مختلف اللي هو اشهرهم سي دي 68، لكن في انواع تانية من السي ديز موجوده في الديرمال دندروسايتس. شكلها بالانه اميون هيستوكيميكال ادي الدندرايتس بتاعتها بتبقى راميفاي، وقالوا ان هي واندرنج سيلز. يعني ايه واندرنج سيلز؟ ممكن تتحرك جوه الابيديرمس، وده طبعا نتيجه لاهميتها، لان هي اميون سيل، هي اللي لها القدره على ان هي تعمل كابشرنج الانتيجنز وتبدا تعمله بروسيسنج، وبعد كده توديه للاميون سيستم عشان يتعامل معاه. بعد كده بالالكترون مايكروسكوب اشوفها ازاي. بيبقى ليها نيوكلاس كبيره بتبقى فولدد على نفسها، قليل جدا نادرا اشوف فيها ميلانوسومس، لكن بتتميز بوجود جرانيولز جواها، حاجه اسمها بيربك جرانيولز، اللي هو يعني كلنا حافظين شكل مضرب التنس. الهيد بتاعتها بتبقى راوندد، و ده شكل البيربك جرانيولز. يبقى احنا كده قلنا النهارده 2 جرانيولز، قلنا الكيراتو هايلاي موجوده في الاستراتام جرانيولز، والبيربك جرانيولز موجوده في اللانجر هان سيلز. اخر حاجه عندنا في الابيدرمس اللي هي الميركل سيلز. طب الميركل سيل دي موجوده فين؟ هي بنشوفها في البيزل لاير اوف ذا ابيدرمس عموما، لكن اكتر اماكن برضو بنشوفها فيها الاورال ميكوزا والبلج ريجون بتاعت الهير فوليكل. طب هي جايه منين ووظيفتها ايه؟ برضو لحد دلوقتي الديستينكت فانكشن بتاعتها ما حدش قادر يحدد هي ايه بالظبط، لكن يقال ان هي لها نيورو اندوكراين فانكشن. يعني هي لها نيورو اندوكراين فانكشن اوف ذا سكين، بس ايه الوظيفه بالظبط بتاعتها ما حدش قادر يعرف. لكن لازم نكون عارفين ان الماركر بتاعها بالنسبه لنا هو السيتوكيراتين 20. طب انا لا، يعني هي دلوقتي خليه ومحدش عارف انا حاجه، طب انا هقراها ليه ولا هتعب نفسي بها ليه؟ لا، عندنا في بعض انواع التيومرز ولها نسبه شهيره جدا وممكن بنشوفها حاجه اسمها الميركل سيل تيومر، وده نوعين تيبيكال واتيبيكال، وبيجي في التانج عموما. فلازم نكون عارفين يعني ايه ميركل سيلز. ده شكلها بالسيتوكيراتين 20 ومكانها موجود فين؟ مكانها موجود في البيزل سيلير، وادي شكلها بالالكترون مايكروسكوب. يعني بتهيألي كده ممكن نقول كفاية النهاردة، ولا انتوا تعبتوا؟ ونكمل بعد كده ان شاء الله فرصة جاية بإذن الله نتكلم على الديرمس والأدنكسل استراكشرز. شكرا ليكم، ونشوف هل حد عنده سؤال قبل ما نقفل. مفيش حد عنده سؤال. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.